كروسيدر الصليبي، دبابة فرسان بريطانية صنع منها 5300 دبابة بين عامي 1940 و 1943، الوزن 19 إلى 20 طن، الطاقم 3 إلى 5 أفراد. السلاح الرئيسي مدفع عيار 40 ملم مع 110 قذائف، ومدفع عيار 57 ملم مع 65 قذيفة. السلاح الثانوي رشاشان عيار 7.92 ملم مع 4950 طلقة. السرعة القصوى 42 كم في الساعة على الطرق المعبدة، و24 كم في الساعة على الطرق الوعرة. المدى العملياتي 227 كم.